بسم الله الرحمن الرحيم. تتسلم مديرية أوقاف القليبية اليوم الاثنين 18/10/2021 الدفعة 19 من لحوم شكوك الأضاحي وقدرها 2 طن، وبذلك يصبح إجمالي ما تسلمات المديرية 62 طن. اليوم الاثنين 18/10/2021 وصلت سيارة لحوم الأضاحي إلى مديرية أوقاف بني سويف محملة ب 2 طن من اللحوم، يصل إجمالي ما تم إرساله إلى محافظة بني سويف 66 طن حتى الآن. وصل اليوم الاثنين إلى محافظة دمياط 18/10 عربة صكوك الأضاحي وهي الدفعة العاشرة بزنة 2 طن. قد وصل إلينا اليوم الموافق 18/10/2021 الدفعة 20 من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون قد وصل إلينا إلى مديرية أوقاف الفيوم 68 طن من لحوم صكوك الأضاحي. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.